صحة وسعادة. صبحكم الله بالنور والسرور، صباح الخير والنور والإشراق على دولتنا الغالية الإمارات، وعليكم كذلك أعزائي المستمعين، وأهلا فيكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، وهي بتكون هاي آخر حلقة لنا في الفطر، والحلقة الجاية بتكون في شهر رمضان إن شاء الله. وهذا البرنامج تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي، ويسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا اليوم على الرقم 600551414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 6004. ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم أسماء الجناحي. وفي حلقتنا اليوم عنا العديد من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة لكم، وخصوصا في حلقات يعني في فقرات حلوة قبل شهر رمضان، ونتمنى من الجميع أن يسمعها ويركز فيها. فقراتنا اليوم نتكلم عن آخر الدراسات العلمية والعالمية ومستجدات قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك عنا فقرة خاصة بكبار السن والتهيئة لشهر رمضان، وعنا في فقرة التغذية بنتكلم عن الأغذية المهمة لكبار السن والتي تقي من هشاشة العظام. وخبرنا اليوم يقول المشاركة الاجتماعية تبطئ الخرف. الدراسة تقول، وهذا هو اللي في الدراسة، الخبر يقول أظهرت أبحاث جديدة أن المشاركة الاجتماعية تحمي من التدهور الذي يحدث مع تطور الخرف، مشيرة إلى أن العوامل الاجتماعية تلعب دورا أكبر مما كان يعتقد في تأخير التدهور المعرفي. وحدثت الدراسة التي أجريت في جامعة يوتا من العزلة لأنها تسهم في ظهور أعراض الخرف، بينما يحمي التواصل والتفاعل الاجتماعي من تطور الأعراض. وقال البروفيسور مينغوين رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة، عندما بدأت هذا البحث استكشفت العوامل التي تحمي الأشخاص المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل من التقدم إلى الخرف، وقد فوجئت بأن بعض الأشخاص المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل أصبحوا طبيعيين من ناحية المعرفية في غضون 5 سنوات. وقام الباحثون بتقييم عوامل نمط الحياة التي أثرت على 2192 شخص اللي كانوا هذول المشاركين في الدراسة في منتصف العمر ومن كبار السن لمدة 5 سنوات. وتضمنت العوامل المشاركة الاجتماعية، حالة التدخين وتاريخه، استهلاك الكحول، والمشاركة في نشاط بدني قوي. والدراسة وجدت النتائج أن العوامل الأخرى غير المشاركة الاجتماعية كان تأثيرها طفيف على سرعة تدهور أعراض الخرف، وأن التفاعل الاجتماعي هو أفضل أداة لإبطائه. ومن هنا نقول لكم أعزائي المستمعين، المشاركة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي مهم على أكثر من شيء، مو بس على الإدراك المعرفي أو الخرف، حتى على الصحة النفسية، وخصوصا اللي عندهم داوم. نحن اليوم حلقاتنا كلها بتكون عن كبار السن، خصوصا إذا عندكم أشخاص من كبار السن في البيت، أو الأشخاص اللي مثلا شوي يعني مثلا نقول بعد الكبار، الأبهات والأمهات الموجودين في البيت، احرصوا على أن تجلسوا معاهم، سولفوا معاهم، شاركوهم، حتى لو أن أنتوا يعني ما تبون تأخذوا منهم مشورة، لكن شاركوهم، ادخلوهم يحسون أنهم جزء من حياتكم، جزء من حياة عيالكم. هذا بيأثر مو بس على مستوى الخرف اللي هو موضوع خبرنا اليوم، ولكن أيضا على صحتهم النفسية. لازم نحمي أهالينا من العزلة، لأنها يعني فعلا مؤلمة ومتعبة، وتخلي الواحد يدخل في أفكار ما يبغى يطلع منها. فنحن دورنا كعيالهم أن نحن نكون معاهم ونحاول نشاركهم أكثر في المشاركة الاجتماعية.
واني عند فقرتنا فقرة السوشيال ميديا وفيها مستجدات مهمة للمتعاملين. ومن ضمنها كان في نشرة لهيئة الصحة واللي تقول نوجه عناية السادة المتعاملين بأنه سيتم إغلاق منصة فحص كوفيد 19 في مركز مول الإمارات ونقل الخدمة إلى مراكز الفحص الأخرى التابعة لهيئة الصحة بدبي، وذلك ابتداء من تاريخ 1 أبريل. يعني من اليوم خدمة الفحص غير موجودة في مركز مول الإمارات. هناك الكثير من المراكز الأخرى اللي تابعة لهيئة الصحة بدبي غير المراكز الرعاية الصحية الأولية، هناك أيضا 3 مراكز تعمل على مدار الساعة، وهي في ند الشبة وعندنا ند الحمر وعندنا أيضا مضغة المنخول، وهالمراكز تعمل على مدار الساعة وما تحتاج موعد مسبق، وممكن أن أنتوا تسيروا لها. وأتوقع اللي ساكنين في هاي المناطق بيشوفون الخيمة اللي الخاصة بالفحص، وهو فحص من خلال المركبة. وأيضا أن هناك أيضا عندنا خدمة نادي النصر لفحص كوفيد، أيضا هذا المركز تابع لهيئة الصحة. فهاي المراكز الثانية موجودة، لكن المركز اللي كان موجود في مركز التسوق مول الإمارات غير موجود ابتداء من اليوم، وكان يوم أمس آخر يوم عمل لهذه المنصة. وأيضا على رسالتنا اليوم ورسالتنا الإيجابية اليوم، بما نحن شهر 1 أبريل، نقول لكم شهر جديد، فصل جديد، حياة جديدة، ونتمنى لكم شهر سعيد ومميز متابعين الأعزاء. هاي كانت تغريدة هيئة الصحة، ومن برنامج نور دبي أقول لكم أيضا أن خلونا نبدأ صفحة جديدة. رمضان بيصادف يعني بداية أبريل، شهر جديد، حياة جديدة، نبدأ يعني نستغل شهر رمضان لتغيير عاداتنا اللي حاولنا نغيرها ونحن فاطرين ما قدرنا. نمط الحياة بيتغير، نصحكم من اليوم تبدون تدريجيا في تغيرون في أوقات الطعام الخاصة فيكم، والاستعداد الأمثل لشهر رمضان. وفعلا رمضان فرصة كبيرة لتغيير الكثير من السلوكيات اللي نحن نسويها، ويعني اللي يستغله صح بيستفيد منه بشكل وايد كبير. 30 يوم نقدر فيها نغير وايد أشياء، وخلال والفترة اللي يحتاجها الشخص اللي يغير أي عادة عنده أو عادة سلبية هي 30 يوم، وذلك شهر رمضان هو شهر مميز لهذا التغيير. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي مجموعة من النصائح، ومن ضمن النصائح اللي كنا حاطين نصيحة حول الاكتئاب ما بعد الولادة. الاكتئاب ما بعد الولادة جدا مهم، لذلك من ضمن الأشياء كنا حاطين شو هي أعراضه، أسبابه، متى الشخص أو الأم اللي احتاج يعني تروح عند طبيب أو مختص. نقول إذا كانت العلامات والأعراض اللي موجودة، ننصحكم تدخلون حساباتنا، اللي كانت العلامات والأعراض لا تتلاشى بعد 2 أسبوع من الولادة، تزداد سوءا، تصاحب صعوبة في رعاية طفلك أو إنجاز المهام اليومية الخاصة بك، تراودك أفكار حول إيذاء نفسك أو طفلك. إذا كانت هاي يعني الأعراض وهاي النقاط موجودة أو العلامات، ننصح بالتوجه إلى الطبيب المختص أو الشخص المختص بعلاج أعراض الاكتئاب ما بعد الولادة. وهذا موضوع، هاي أمور وايد مهمة، حتى لو الشخص لاحظ على زوجته هذا الموضوع، ننصحكم عدم إهمال هذه الأعراض لأنها مهمة جدا. وهي تقريبا كذا نتكلم عن شيوعة الأعراض هاي أو الاكتئاب ما بعد الولادة، 1 من كل 9 أمهات لديها اكتئاب ما بعد الولادة. يعني الموضوع يعني شايع، وليس أن 1 من كل 9 يكون فيها، يعني أنت مو بالوحيدة، لذلك اللجوء إلى شخص مختص جدا مهم لاستمرار حياة صحية سعيدة. تقريبا كانت هاي المسجدات في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن بنطلع فاصل ونرجع لكم مع فقرة التغذية والأطعمة المهمة لكبار السن التي تقيهم من هشاشة العظام. نشوفكم بعد شوي. صحة وسعادة.
رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، ونحب نذكركم بأرقام التواصل للاتصال. تقدرون على رقم 600551414 والرسائل النصية القصيرة 6004. ونيجي عند فقرتنا القادمة، نقول هي فقرة التغذية. النظام الغذائي الصحي والمتوازن يعتبر من أفضل الأنظمة الغذائية التي تساعد للتمتع بصحة جيدة وجودة حياة أفضل، وهذا النظام يعتبر من الأنظمة الغذائية المهمة لكبار السن لينعموا بصحة جيدة وللوقاية من مجموعة من الأمراض التي قد تصيبهم نتيجة سوء التغذية، من مثل الزهايمر، الجلطات القلبية الدماغية، الجلطات الدماغية كذلك، وهشاشة العظام. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعين بنتحدث عن الأطعمة المهمة لكبار السن والتي تقيهم من مرض هشاشة العظام. ويسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة عليا الدخان، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله الدكتورة. الله يحييك. نتكلم في البداية عن النظام الغذائي الصحي لكبار السن بشكل عام، النظام شو لازم يكون فيه؟ هو طبعا في البداية الغذاء الصحي هو مهم في كل المراحل العمرية، لكن ممكن الاحتياجات الغذائية تختلف بشكل بسيط مع تقدم في السن وعلى حسب أيضا الحالة الصحية. فدائما نحرص يعني في أي مرحلة عمرية كان الشخص نحرص على النظام يكون فيه نوع من التوازن ويكون متنوع أيضا في المصادر الغذائية، ونحرص أيضا أن دائما الشخص حتى لو كان أكله متنوع يعني بعد ندخل العادات الغذائية والعادات اللايف ستايل كما كنا نقول، نمط الحياة الصحي بإضافة شرب الماء، إضافة الرياضة، وبعد الفحوصات الدورية إذا كان في أي نقص في معدن من المعادن أن نحن نحاول نصلحها من خلال التغذية، أو أيضا إذا احتاج الشخص أن يأخذ مكملات غذائية إذا كان في نقص مثلا للكالسيوم والفيتامين دال، خاصة إذا احنا بنتكلم عن هشاشة العظام فوايد ضروري نحرص أن يكون في فحوصات يعني كل فترة لبعض المعادن والفيتامينات. فهي الفحوصات الدورية اللي يسوونها غالبا مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، ففي عيادة خاصة حق هشاشة العظام موجودة عندهم. أكيد أكيد، بس الفحوصات الدم بشكل عام يعني الكالسيوم والفيتامين دال لازم يكون مستوياتهم جيدة على أساس تعطينا وقاية ونضمن أن الجسم ماخذ كفايته من هاي العناصر، خاصة نقص الفيتامين دال يعني حتى لو الشخص يأخذ منتجات الألبان كمصادر الكالسيوم طبيعية من الغذاء، إذا كان عنده نقص شديد في الفيتامين دال الجسم ما يستفيد من الكالسيوم، لأن وظيفة الفيتامين دال في الجسم طبعا متنوعة ومختلفة وايد، يعني الفيتامين دال يدخل في وظائف الجسم بوظائف مختلفة يعني في الجسم، من ضمنها أنه يأخذ الكالسيوم هذا ويعززه في العظام، فإذا ما كان الفيتامين دال موجود بشكل كافي حتى الكالسيوم الجسم ما يستفيد منه. فبالتالي مبدئيا نحن نسوي هاي الفحوصات اللي هي الفحوصات الدورية مثل ما قلتي في أي مركز، إذا كان الشخص يحتاج إنه يتابع أو يأخذ فحص للهشاشة طبعاً في مراكز خاصة يكون فيها اللي هي أشعة الدكسة حق هشاشة العظام حق كثافة العظام. ونحن ندعو من أيضاً من هذا اللقاء الجميع أن يهتمون في الفحوصات الدورية لكبار السن وأيضاً لهم، لأن جميعنا نحتاج أن نسوي فحوصات دورية، وهذه متوفرة الخدمة في جميع مراكز هيئة الصحة بدبي الرعاية الصحية، ممكن حتى من خلال تطبيق خدمة الطبيب لك المواطن أستاذ علي، أنه بس سوى فحوصات، لأن الخدمة توفرت لكم لين البيت، بس تحتاج تصير المختبر وتطلع، يعني حتى ما بتطول في المركز إذا أمورك كانت مخلصة مع طبيب لك المواطن. صح إذا الطلب كان موجود الأمور سهلة. أنزل الحين نحن مقبلين على شهر رمضان، وأحيانا عندنا يعني بعض كبار السن يصرون على الصيام في شهر رمضان وفي بعضهم ما يقدرون، لكن بنتكلم للي يعانون من أمراض مزمنة، شو هي نصيحتكم لهم خلال شهر رمضان المبارك؟ طبعا أهم شيء لازم نحن نراعي هاي الأمراض المزمنة، لازم يكون عندنا خلفية شو المرض اللي عند الشخص اللي في البيت، شو الأدوية اللي يأخذها خاصة السكر،
أدوية الضغط، فقر الدم إذا كان عنده أنيميا، فلازم نحرص بعد على هاي الأمور. السكر بالذات يعني دائما حتى الدكاترة عندنا في عيادات السكر دائما ينبهون مريض السكر عندهم لازم يكون فاحص قبل رمضان، يشوفون قراءاته إذا كانت منتظمة يقدر يصوم أو ما يقدر يصوم. طبعا هالأمور يحددها يعني الطبيب مع الشخص اللي عنده سكر، لكن دائما نحاول يعني قدر المستطاع ان النظام الغذائي يكون بعد يدعم هذا الامر، الامراض المزمنه اللي هي مثل السكر خاصه شائعه اكثر او نقص في المعادن، فنراعي الاشياء الناقصه. يعني اذا كان هو مريض سكر نحرص نظامه يكون غني بالالياف، نثقفه اكثر بالنظام، النشويات تكون النشويات اللي فيها المعقده اللي ما ترفع السكر بشكل كبير، نقلل من السكر بسيط. صح رمضان يعني دائما تحلى اليمعة وتحلى الحلويات والأشياء هذه، بس لازم نحط بالنا السكر الأبيض المكرر يعني مو بس لارتفاع السكر، بعد تأثيره على السمنة، تأثيره على الخمول، رفع الإنسولين، يعني حتى للمناعة. الحين بتكلم ممكن عن الأشياء اللي مفيدة وأشياء اللي ترفع مناعتنا أو تحسن حتى من العظام والهشاشة العظام، لكن لازم ندرك إن بعد في أشياء تضرها، وخاصة السكر يعني السكر المكرر اللي يكون في الحلويات أو نستخدمه في المشروبات بشكل كبير، العصائر اللي هي مش عصائر طبيعية اللي تكون كلها محلاة، فننتبه لأن هاي ممكن أيضا تضر الصحة، تخفف المناعة، تفتح الشهية فالشخص يبدأ يأكل بكميات فوق طاقته وفوق حاجته، بالتالي يسبب له أيضا سمنة. فدائما أصحاب الأمراض المزمنة إحنا نراعي هاي الأمور، أن تكون الوجبة فيها ألياف نسبة عالية، يكون فيها خضروات سلطات ما ننساها أثناء رمضان في الفطور، نقلل المقالي قدر المستطاع، نستخدم بدائل طبخ مختلفة مثلا مثل الشوي أو حطهم في الفرن أو الإير فراير، الأجهزة الحديثة الحين اللي ما تستخدم أيضا زيوت، فممكن نحن نستبدل اللي هي المقبلات المقالي اللي متعودين عليها في رمضان أنها تنحط في مثل هاي الأجهزة اللي تخفف يعني طعم لذيذ. شوفي ممكن في البداية شخص ما يتقبل، ما أقول لك أنها هي بتكون بالضبط نفس القلي، لكن الإنسان إذا يبغى يأخذ خطوة يعني صحية أكثر لمصلحته ومصلحة اللي معاه في البيت، لازم بيكون في نوع من التضحية. ما أقول لك بيكون توتالي يعني على أكيد ما بيكون حلو يعني، لكن مختلف عن الشيء اللي يكون مقلي. فنحاول يكون عندنا قناعة أن أنا بسوي شيء بيكون غير عن اللي معتاد، لكن بيكون أفضل، ومع الوقت الشخص بيتعود. حتى الأطفال عندنا يعني بدل ما إحنا دائما نسوي الأشياء ديب فراي مقلية، نبدأ نعودهم على الأكل اللي هم يبغونه بس يكون في الإير فراير مثلا، يتعودون عليه بعد فترة. فهي كلها مسألة التعود في النهاية، العادات الغذائية كلها يعني تحتاج وقت إنك تمارسينها على الأقل شهر، عشان شيء دائما نستغل شهر رمضان إنه هو شهر نقدر نحن نبدأ فيه عادات غذائية جديدة، نقدر لأن عندك أنت بداية ونهاية. دائما الشخص إذا كان عنده تارجت أو هدف يقدر يلتزم فيه بشكل أكثر، فإذا خليتي المجال مفتوح ممكن صعب إن تلتزمين فيه سنة كاملة، بس إذا بديتي شهر وركزتي على تغييرات معينة، نبغي والله شهر رمضان نطلع بعادات غذائية صحية أكثر من ناحية الأكل أو من ناحية الرياضة، بالتالي نهاية الشهر بتصير عادة وبيصير أمر سهل وتلقائي. فحتى من بعد رمضان الأشهر اللي عقبها بيكون الأشياء هذه صارت إضافة أساسية من ضمن النظام الغذائي الأسرة كاملة. المعلومة يمكن الناس اللي ما تعرف أنه حتى براعم اللسان تتعود عقب 30 يوم أكيد، فإذا عودناها على شيء عقب 30 يوم، لأن مثلا أنا جربت أكون شهر بدون سكر، فلما جيت أكل السكر حس لين الحين ما أقدر أخذ الأشياء اللي فيها نسبة سكر عالية، إن الناس تشوفها طبيعية أنا أشوفها عالية سكر. صح الناس تبدأ تستنكر، لأن اللسان فيه حتى memory of taste، يعني فيه ذاكرة في التذوق. في معظم الأوقات إحنا حتى ناكل الأشياء اللي متعودين عليها ممكن ما نركز في النكهة، يعني لو تبدين تنتبهين مثلا حتى كوب القهوة اللي تشربينه كل يوم، إذا أنت تشربين السكر المهم انتبه أنت على النكهة، صارت عادة تلقائية، يعني حتى لو تغير فيها شيء بسيط أنت بتشربينه لأنك متعودة تأخذين الشيء هذا روتيني. إذا ابتديتي تغيرين تدريجيا بتبدأ لسانك يتعود على النكهة هاي. نفس الشيء ينطبق للأكلات الفاست فود، الأكلات السريعة والمقلية، إذا قللنا الدهون تدريجيا خلال الطبخ في البيت، بعد فترة لو خدتي وجبة من هاي الوجبات أو يوم فري مثلا بتحسين السجل، تحسين النكهة إن الأكل صار ثقيل أو ما ينهضم أو دسم وايد،
فبالتالي الجسم كل شيء يتعود، اللسان يتعود، المعدة أيضا تتعود على كميات معينة من الأكل. فدائما إحنا هاي هي الفكرة، هاي المسج يعني نبغى إحنا نوصله. مو شرط الواحد يكون مريض عنده مرض معين نبدأ نغير إحنا الغذاء، يفضل أن إحنا نحط تغييرات هذه بسيطة، مو جذريات، تغييرات بسيطة في الطبخ. ممكن أن نخلي مثلا يوم بالأسبوع يأكلون اللي يبونه، بس أغلب الأيام يكون في نوع من الالتزام بالأكل الصحي، بالأكل اللي فيه ألياف عالية، الخضرة، ندخل الفواكه، نقلل الحلويات، نخليها بالأسبوع مرتين مثلا في رمضان، ما تكون يوميا، أكثر عن صنف، حتى لو كانت يوميا بس تكون صنف واحد والواحد يأخذ يعني قطعة تكون صغيرة. فيكون احنا يعني حطينا بنينا غرسنا هذه العادات للبيت كله. يعني اني عند خصوصا اني عند كبار السن، لان نظامهم الغذائي مهم، لان حتى هم حركتهم مو بنفس حركه الشخص اللي يسوي رياضه قويه بشكل يومي، لذلك مهم انهم يمارسون الرياضه، وايضا مهم ان نتابع غذائهم لان نسبه الحرق عندهم مختلفه عن الاشخاص الاخرين. اني نتكلم عن دور اللي يعني يقدمون الرعايه حق كبار السن في شهر رمضان، شو هي الأشياء اللي لازم إنهم ينتبهون لها؟ مثلًا بعض الأعراض أو بعض الأشياء إذا صارت لازم مثلًا هو يعني ينتبه لها عشان بيقدر يكسر صيام مثل كبير السن. شو هي الأشياء اللي لازم ينتبه لها خلال شهر رمضان لكبير السن مقدم الرعاية الصحية؟ طبعًا إذا كان الشخص هذا كبير السن قادر على الصيام، فإحنا لازم نحرص أنه يأخذ وجبات وجبة الفطور مكتملة يعني كامل العناصر. نحرص أنه يأخذ السحور، خاصة إذا كان مريض سكر، يعني ما يأخذ السحور من وقت على الساعة 12 مثلا وينام. في أغلب كبار السن ما يحبون يسهرون، فبيأكل من وقته بينام وما بينش على السحور، فهذا ممكن يسبب له يعني نزول أو هبوط في السكر خلال النهار، خاصة إذا هو ممكن يعني العصر يحب يطلع أو عنده مشوار، يعني ممكن إنه حركي مو بإنه جالس في البيت، فهذا ممكن يسبب له هبوط في السكر. فدائما نركز إنه يكون عندهم السحور متأخر يعني قبل الفجر. ندخل في مصدر بروتين، حتى لو شخص ما كان يحب ياخذ مثلا الدجاج كساندويتش او البيض، ممكن احنا نعطيه اللبن حتى كمصدر بروتين، ويكون شراب خفيف يعني عليه مع فاكهه مع تمره. الشوربات بعد متخصصه مثل شوربه العدس او شوربه الدجاج فيها نسبه بروتين. دائما نركز على البروتين، الالياف، على السحور، وحق اللي عندهم بعد سكر، لانه يحافظ لهم على مستوى السكر فتره طويله. اذا حافظنا على السكر فتره طويله حتى احنا عندنا احساس بالجوع بيخف. فنركز على وجبه السحور وايد ضروري، ونركز على شرب الماء لان الجفاف طبعا بيزيد مع الصيام. فعلى الاقل نحاول نذكرهم بين فتره وفتره انهم يشربون كاسات الماء من وقت الفطور لين السحور، انه يكون متقسم شرب الماء، ما نشرب دفعه واحده وما نشرب كميات عوده اثناء الاكل بعد، عشان ممكن يسبب تلبك في الهضم عند بعض الاشخاص. فنشرب كميه بسيطه مع الاكل ونشرب قبل وبعد الاكل. اذا كان الشخص يحب انه يمشي او يمارس اي نوع من الرياضه، يفضل انه يمارس الرياضه بعد صلاه التراويح، بيكون تقريبا طاف اكثر عن ساعتين عن وجبه الفطور، فالاكل الهضام يكون ريح ويكون عنده طاقه، طبعا ما يسبب له دوخه او تعب او هبوط. يعني يتجنب انهم يبذلون مجهود كبير في الرياضه قبل الفطور. انزين، ايضا في سؤال يعني مثال سؤال اخير، بعض مثل ما قلت كبار السن يرفضون تناول البروتين بكميه كبيره وهم يحتاجون البروتين، هل ممكن نحن نلجا للمكملات الغذائيه مثل البروتين، هل اللي ينباع حق كبار السن الجاهز؟ ممكن، لان هي يعتمد، احنا لازم نقيم الحاله. يعني احنا بالعاده يعني يونا كبار السن او نحن نزورهم في الزيارات المنزليه، لازم نقيم النظام الغذائي كامل ونشوف تحاليلهم بعد في الدم، لأن في بعض الأشخاص يكون عندهم حتى البروتين في تحاليلهم نازل، فهني يكون هو محتاج أنه يأخذ مكمل غذائي بروتين فقط، أو ممكن مكمل غذائي متكامل غني بالبروتين. يعني إذا كان الشخص أصلاً يفوت وجبة في الأيام العادية مو بأيام رمضان، يأكل وجبة واحدة في اليوم أو وجبتين بس مقدار جداً قليل، يعني مقدار 3 معالق في أكل مثلاً، فهذا التوتل السعرات الحرارية أصلاً قليلة من غير البروتين، فمحن يعطيهم مكمل غذائي متكامل مثل الحليب يكون أو الشيك.
فيشربونه مرة مرتين، كله يعتمد على حسب الوزن، على حسب أكله، على حسب تحاليله وحالته الصحية. فإحنا بعدها نقرر إذا يحتاج يأخذ المكمل الغذائي كوجبة خفيفة بين الوجبات عشان يعوض النقص، أو إذا كمياته زينة فقط البروتين ناقص نعطيهم البروتين باودر يعني كسبلمنت إضافي يخلطه مع الأكل، يعني ينضاف على الشوربة، ينضاف على الروب، على الماي، على العصائر بهالشكل. فلازم يكون في بعد تقييم يعني من أخصائي التغذية عسب نقرر إذا يقدر يأخذ الكمل أو لا، وعلى حسب أيضا حالة الكلى وضعف الكلى عنده. شكرا لوجودك معنا أستاذة عليا الدخان، اختصاصية تغذية علاجية بحياة الصحة بتبي. العفو، حياكم الله، كل عام وانتم بخير. وكانت هاي فقرتنا الخاصة بفقرة التغذية، وأهم شيء لازم نلجأ لأختصاصي التغذية خصوصا لكبار السن إذا نحن بنسوي شيء غير عن العادات أو إذا بناخذ أي مستلزمات أو مكملات ثانية. فحوصات مهمة، أخصائي تغذية مهم، وأيضا نمط حياة صحي. نروح فاصل ونرجع لكم بعد شوي. صحة وسعادة، رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، وفقرتنا الحين بتكون خاصة لكبار السن والصيام وتهيئتهم أيضا لشهر رمضان. وبيكون معانا اليوم الدكتور تامر محمد فريد عبد اللطيف، استشاري طب المسنين بهيئة الصحة بدبي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا حضرتك دكتور. خلينا نحن في البداية نتكلم بشكل عام، حين كنا قبل هالفقرة كنا نتكلم عن تغذية كبار السن وتغذيتهم في شهر رمضان، لكن الحين إذا نبغى نهيئهم بشكل عام، نهيئ البيت لهم، وخصوصا أن في عدد كبير من كبار السن يقومون بصيام شهر رمضان المبارك، إلا الأشخاص اللي عندهم حالات صحية معينة وما يقدرون، لكن عدد كبير منهم يقدر على الصيام ويبون يصومون. فنحن نبغى في البداية نتكلم كيف ممكن نحن نهيئ كبار السن للصيام بشكل عام. تمام حضرتك، طبعا هو تهيئة كبار السن ممكن تبدأ قبل شهر رمضان، ان هو بنصوم صيام تطوع ونشوف احنا نقدر عليه او لا، ده اولا. ثانيا ان في شهر رمضان حضرتك لازم يكون عارفين ان هو مش مجرد اللي بيختلف عنه عن غير شهر رمضان، ان احنا الوجبات بتاعتنا بتتغير، عادات الاكل بتاعتنا بتتغير، لان دي مع الاسره غالبا ما بيبقاش لوحدهم زي ما كانوا متعودين، او مع عدد محدود من الاسره بتبقى الاسره الكبيره بقى كلنا بنقعد مع بعض، فبتبقى مواعيد الاكل بتتغير مواعيد. فعلشان كده احنا بنبتدي قبل رمضان بنجرب صيام متطوع، لازم نغير مواعيد الدواء لو كان بياخد الدواء بحيث انها تتناسب مواعيد الصيام المتطوع. ثالث حاجة إن إحنا لازم نكون عارفين هو لازم يحافظ على كمية الأكل ونوعيته، حتى لو اتحط قدامه أكل مخالف للي هو متعود عليه، لأن هو بيأكل مع ناس تانية أطعمة مختلفة. إنزين دكتور، ما أعرف، أنا أحس إنه من الجميل أيضا إنه ما يكون في اختلاف الأكل، إن كلنا ناكل الأكل الصحي، وفضل كل يأكل أكل صحي، بس يعني واحد حس كأنه غير عن الباقيين. ما هو عشان كده حضرتك لازم يكون متوقع ان هو يكون، انا مثلا مريض سكر، كنت عامل حسابي ان انا ببعد عني السكريات، دلوقتي مش هيحصل الكلام ده، فلازم يكون الاكل بتاعي موجود. يعني انا مش احنا النهارده حاطين ازاز فينتو وحاطين حلويات، ما هلا مش هلاقي اللي انا كنت متعود عليه، فلازم يكون الناس عارفه واحد كبير في السن ان ليه اكل مخصوص يتحط ضمن المعروض على قائمه الافطار والسحور. يشربون بالدسه دكتور، يشربون، نعم، يتخبوا ويشربون ما يشربون قدام. ما احنا نعمل ايه؟ انا بقول ان هو ايه المشكله اللي بنقابلها كل سنه. صحيح. حتى لو هو كان معد نفسه لرمضان بيفاجئ ان الاكل اللي بياكله مش موجود، مو بنفس الاكل اللي هو متعود عليه، فلازم يتحط الاكل بتاعه جنب الاكل بتاع بقيه الناس، وهو يكون عنده الاختيار. حتى لو يعني اكل سكريات كثيره مثلا او حاجات مالحه كثيره او حاجات بتتعب القولون عنده، مش هيبقى ده الاختيار الوحيد، هتبقى جزء من الوجبه بتاعته وليست الوجبه كلها. صحيح. اني عند الاشياء اللي تتعلق بكبار السن من اصحاب امراض المزمنه مثل السكري والضغط والامراض الثانيه، كيف يمكن هالفئه تقدر تعايش التعايش الامن مع الصيام دون مضاعفات سلبيه؟ طيب الاول حضرتك نعرف، لازم نعرف حاجه مهمه لكل كبار السن في الصيام.
احنا من سن ال 30 وطالع، مش بنتكلم 70 و80، من سن ال 30 وطالع حساس تركيز الدم او جزء من المخ اللي يستشعر تركز البلازما او يعني تركيز البلازما لزوجتها، وبالتالي الجفاف بيقل حساسيته، فبالتالي الشعور بالعطش ما بيبقاش موجود. فممكن هو يحس بعد الصيام ان هو مش عطشان قوي في حين ان حصل جفاف شديد. والبول بتاع كبار السن كمان الكلى اللي بيزيد عن الناس الاصغر سنا، الكلى ما بتقدرش تحافظ على ميه، على ميه في الجسم، فبتنزل بول مخفف رغم ان هو صايم. فمعنى كده ان هم كبار السن لازم لا يعتمدوا على الشعور بالعطش بعد الصيام في الشرب، لازم يشرب نفس كميه الميه، ولا يعتمد ان البول بتاعه خفيف على انه لا انا في جسمي كميه ميه كتير، لا الكلى بتاعته مش قادر تحافظ على الميه وهو البول بتاعه وهو عنده جفاف. فكبار السن محتاجين بعد الصيام شرب ميه كتير. وهنتكلم برضه في الصخور ممكن نتصرف ازاي علشان ما يجيلهمش جفاف طول النهار، لكن ده بالنسبه لكل كبار السن. نيجي بقى لمرضى السكر والضغط. مرضى الضغط لازم يكون عامل حسابه ان الادويه اللي فيها مدرات بول هتزود العطش وهتزود الجفاف. فبالتالي ادويه الضغط لازم يراجعها قبل الصيام، علشان لو في مدر بول يمكن وفي امكانيه للاستغناء عنه يبقى يستغنى عنه على الاقل شهر رمضان. غير كده ادويه السكر كلها تتاخد قبل بعد الافطار، وممكن في ادويه ما ناخدهاش قبل السحور، يعني مثلا الانسولين بيتاخد بعد الافطار ما بيتاخدش في السحور. ماشي، يعني ادويه السكر والضغط بتتاخد بعد الافطار ما تاخدش قبل السحور، الا اذا كان الدكتور قال له لازم تاخدها كلها. وده يجي اهميه الاعداد او التجربه في الصيام التطوع. توني اقول لك دكتور، انا احسب شيء الواحد يعني يجرب قبل رمضان، يسيب يشوف ان سكره ينزل بعد، لان اللي عارفه ان في بعضهم ياخذ اكثر من نوع ابره انسولين، في اشياء ياخذونها في الليل، في ابره اللي تتم 24 ساعه، في الابره اللحظيه، في ما شاء الله في وايد انواع، فبيقدر يعرف اذا جرب قبل رمضان احسن من يجي رمضان والواحد يعني يتفاجئ. بالظبط، وعشان احنا حضرتك في انواع كثير من الابر، من الاسهل عشان ما اقعدش اقول له الابره الطويله بتاعت المفعول، في ابره تشتغل 36 ساعه دي ممكن ياخدها قبل السحور، بس علشان التسهيل ما اقعدش اقعد افنط مع انواع الابر، بقول كل ابر الانسولين بتتاخد بعد الافطار. ده مش هيضره، مش هيضره لو قدم معاد ابره الابره طويله المفعول مع الافطار، مش هيضره خالص. هي لان الهبوط غالبا الصبح المتوقع مو في الليل. بالظبط، لو اجلها طول الشهر هي مش مهم الصبح، المهم ياخدها في نفس الميعاد كل يوم. فبالتالي حضرتك لو خدها بعد الافطار ده ممتاز. هيقيس السكر امتى؟ هيقيس السكر حضرتك في ميعادين او ثلاث مواعيد مهمه، ميعادين اساسيين، الميعاد بعد 6 ساعات من السحور، وبعد وقبل الافطار مباشره. الرقمين دول اهم رقمين عندنا في الصيام، لازم يكون عارفين مرضى السكر ان انخفاض السكر اخطر من ارتفاع السكر. مش مشكله ارتفاع السكر، المشكله انخفاض السكر ومش هيحس بيه. فبالتالي بيقيس في ساعتين، 6 ساعات بعد السحور ومباشرة قبل الإفطار. ويحس يعني إذا طلعت له أي أعراض يتكلم، يقول يعني دائما ننصح يعني مقدمي الرعاية الصحية اسألوهم يعني شو الأعراض، شو تحس، لأن في أعراض خاصة في الهبوط تصير خلال فترة الصيام. هنقولها حضرتك، بس لازم نكون عارفين إن حتى الأعراض دي كبار السن ما بتظهرش عليهم لأسبابين مهمين، لتلات أسباب مهمة. أولا الناس بتظهرش كل مرضى السكر بالذات المرضى المزمنين. ثانيا ان الادويه اللي بياخدوها كبار السن الاخرى ممكن تغير اي اعراض مرض ثاني، يعني هم بياخدوا ادويه ثانيه ممكن تغير اعراض، ولو حصل وقت ما هو نايم مش هيقول. والثالثه ان حضرتك استجابه جسم كبار السن زي ما شرحت لحضرتك ان استجابتهم للعطش هم ما بيحسش بعطشان رغم ان يكون عنده جفاف. فالثلاث اسباب دوت او الاربع اسباب دوت بيخلوا ان الاعراض دي غير معتمد عليه. من الاعراض دي معروف ان هو حاسس انه مرهق، حاسس ان انا بايخ، رغم ان السكر الضغط بتاعه على فكره مش لازم يكون مظبوط. يعني الناس تقول لك اصل انا ضغطي واطي، لا انت ممكن يكون عندك سببين للدوخه او الارهاق، ضغطك واطي وسكرك واطي، فبالتالي ما تعتمدش عليه. فارهاق الزغلال في العين ما بيشوفش كويس، ارتعاش الافراد، كل الحاجات دي اعراض بالذات لو ظهرت بسرعه وما لهاش علاقه بالوضع. يعني وانا قاعد وانا قايم وانا ماشي وانا نايم كل دي الاعراض موجوده، معنى كده انها اكثر تكون سبب انخفاض السكر لو كان مريض سكر بياخد ادويه سكر. لكن اؤكد تاني ان الاعراض دي حضرتك ما بتظهرش في كل الناس حتى صغيرين في السن، ما وفوق ذلك كبار السن بياخدوا ادويه كثيره لامراض ثانيه بتغير اي اعراض او استجابه الجسم، وجسمهم اصلا ممكن ما يستجبش
لانخفاض عشان السكر كذي الفحص المستوى وايد مهم مثل ما قلت بعد ست عشان كذا ساعات بقول حضرتك عشان كذا بقول حضرتك بعد 6 ساعات لازم يقيس السكر حتى ما عندوش اعراض، وقبل الافطار على طول حتى لو ما عندوش اعراض، لو اي رقم طالع اقل من 70 معنى كده انه رسمي مش هيصوم. ولازم اقول هنا بتقول حاجه بقولها لكل المرضى حضرتك اللي بيجوا لنا كل سنه، اللي يقول لك لازم اصوم. انا طبعا اشجع الناس كلها الصيام وما فيش تشجيع على فرض، بس لازم نكون عارفين ان اللي فرض الصيام هو نفسه اللي فرض الافطار. يعني ده مش اجتهاد من العلماء، ده فرض. لما انت شايف ان الصيام فرض فالافطار ايضا فرض اذا كانت لها دعوه، يعني مخالفته فهي معصيه. وحاجه ثانيه بقولها ان رمضان ليس صيام، رمضان شعائر كثيره زي الحج ليس مجرد سعي. الحج حاجات كتير، قراءة قرآن ودعوة والدعاء مخ العبادة، كل الكلام ده بيحصل في رمضان. ممكن ناس تروح تسافر إلى المملكة العربية السعودية وما تسعيش، ما تحطش رجلها على الأرض، الناس تطلع على كرسي وتلف بيها رغم كده تحسب لهم عمرة وحج. نفس الكلام أنت ممكن تصوم للأسف تحضر رمضان وتقرأ كده، كان وصلت مرحلة مثل الرقم خطر على صحتك لازم طبعا الواحد يكسر الصيام. تمام. زين دكتور، نقول في بعض الحالات اللي انا اعرفها مثل اللي عندهم امراض، بعض امراض الفشل الكلوي وهالنوع من الامراض ما يقدرون يصومون، فشو هي الحالات الصحيه للواحد يعني الاطباء ينصحون بشكل عام بعدم الصيام؟ حضرتك اول حاجه طبعا السكر بيوصل اي سبب، ان انا بدي ادويه سكر، هو مريض سكر وبياخد ادويه سكر طبعا ممكن السكر يوصل، بالذات الناس اللي عندها زي ما حضرتك قلت مشاكل كلى او كبد، لان هي دي الاعضاء اللي بتحافظ على السكر منتظم في حاله الصيام. فاول حاجه مرضى السكر بياخدوا ادويه السكر، ثاني حاجه الناس اللي زي ما حضرتك قلت عندهم امراض متعدده، ثالث حاجه الناس اللي طالعين من عمليات محتاجين تكوين لحم، يعني عندنا عضو مكسور او عضو زرعين عضو عملنا عمليه ومحتاجين التئام جروح، وده نفس السبب ان السيدات الحوامل محظور عليهم شرعا ان هم يصوموا، لان هم بيكونوا لحم. الجنين ما بيصومش، الاطفال ما بيصوموش، الجنين ده مش المفروض يصوم، فالام مش المفروض تصوم. فبالتالي الطوارئ، وفي حالات الطوارئ يعني لو واحد مثلا دخل في مشكله امرجنسي ولا حادث حتى لو كان صايم لا قدر الله في نزيف ولا حاجه، برضه محتاجين السكريات في الجسم تكون عاليه، ما يكونش في احتياجين شرب سوائل كتير. دي حضرتك غير طبعا الدواعي الشرعيه، ان واحد يسافر، ان واحد حتى لو كان يقدر يصوم، يعني هي صدقه تصدق عليكم عليكم بها ربكم. فدي الحاجات اللي وفي الاخر بنلخصها حضرتك، ان لو اي حد حضرتك عايز يصوم بيسال الدكتور بتاعه بنقول له انت مش محتاج تصوم عشان كده، بس زي ما قلت حضرتك المرضى اللي عندهم سكر بياخدوا ادويه سكر عشان سكرهم بيوطى، المرضى اللي بيعملوا عمليات جراحيه فمحتاجين في وقت التعافي ان يكون بينمي لحم، ما ينفعش نصوم. مرضى عندهم امراض مزمنه بالذات الكبد، لان هو الكبد هو المسؤول عن الحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقر وقت الصيام. وهذا بعد يعتمد الدكتور اذا كانت حاله مستقره غير مستقره، متدهوره غير متدهوره، لذلك دائما ننصح انه يروحون يراجعون طبيبهم المعالج انه يشوفون هم في اي ليفل، هل هم يقدرون ما يقدرون، لان في النهايه الاهم من الموضوع انه ما يكون فيه ضرر على الشخص. فمثل ما تفضلت دكتور دائما ننصح الاشخاص يراجعون طبيبهم المعالج ويسالونه ويعرضون عليه ادويتهم ويسالونه كيف نقدر نصوم بشكل امثل، وكيف ممكن نحن نقدر نصوم او لا. تمام. وزود حضرتك اللي فرض الصيام هو اللي فرض الافطار، واكد الحكايه دي عشان في ناس كتير بتخاف ان ربنا يحاسبها. الثاني حضرتك ان الصيام ليس مجرد انخفاض سكر، زي ما قلت حضرتك ان مرضى الضغط اللي بيقدروا يصوموا، احنا لو ما او مرضى ضغوط القلب، الواحد عنده ضغوط ما نقدرش نستغنى عن مدر البول، ما يقدرش يصوم في رمضان لانه مش هسكره مش هيوصل، بس هيجي له جفاف وقلبه هيتعب. فمش عشان كده قلت لحضرتك ان هو بيسال دكتور ليه، لان في احيانا في ادويه غير ادويه السكر تمنع الصيام، لازم اخدها في ميعادها. لازم تتاخد كل 6 ساعات، ما اقدرش اخليهم 12 فساعتها مش هقدر.
انت لذلك مهم حتى يعني الحين احنا تقريبا ما باقي لنا شيء على رمضان، بس نحن كنا حاطين ايضا من ضمن النصائح في قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة ان اقل شيء ان الواحد خلال قبل رمضان ب10 ايام يراجع طبيبه، يراجع الادوية، لان الادوية ما يسوي تتغير مرة واحدة، حتى لو كانت ثابتة لازم تدريجيا. فلكن مثل ما قلت الدكتور، نحن يعني ممكن نقول هاي من النصائح المهمة، ان دام باقي كم يوم نجرب الصيام التطوعي ونشوف، حتى لو يشربون ماء بس على الأقل يشوفون متى يسوي لهم هبوط، هل ما يسوي لهم هبوط، والأفضل إنهم يجربون من الحين هذا الشيء قبل شهر رمضان. طبعا هو حضرتك خلاص صيام كل صح، طب بكره ما فيش وقت يجرب، نجرب النهارده. لكن حضرتك لا، النهارده حرام يجرب صيام، بس هو في حاجه يشرب ماي حضرتك دكتور، بس يشرب ماي. لا، في حاجه مهمه، ان لو حد ما لحقش يحضر نفسه على الاقل على الاقل ما يكملش الصيام من غير ما يروح الدكتور، ما يكملش الصيام يعني خلاص انا هصوم بكره. مش معنى كده ان انا ما اروحش الدكتور، لا، انت تقيس زي ما قلت لك، انت لو مريض سكر لازم تقيس سكر في القرايتين اللي قلت لك عليهم 6 ساعات بعد السحور وقبل الافطار مباشره، واهمهم اللي بعد قبل الافطار مباشره، فكرتين مهمين. هروح للدكتور برضه، اصوم وهروح للدكتور، قال لي كمل اكمل، قال لي لا يبقى لا، يعني ده خلاص ما ادناش نصوص الصيام تطوع هنعمل كده. انا باخد ادويه ضغط مش هفضل اخدها في نفس الميعاد، لازم اكون عارف نسيت او ما جاش على بالي، ما حدش قال لي ان انا لازم اغير ادويه، لازم اكون عارفين. انت بتاخد دواء سكر، بتاخد ضغط، باخد اي دواء، ممكن اروح للدكاتره اقول لهم اخده امتى، مش لازم هيقول لي وقفه، ممكن يقول لي زي ما قلت لحضرتك خدها بعد الإفطار وليس قبل السحور. اوكي، ففي لسه مجال. انزين تقريبا دكتور نتكلم عن مثلا اخر نصيحه حاب تقدمها لدي الاشخاص او اللي يهتمون بكبار السن في البيت. بالنسبه لحضرتك لكبار السن، حضرتك التشجيع على الصيام، احنا بنطلب من الموجودين معاهم يشجعوا على الصيام، لان زي الصيام ده مش مجرد أشعيرة أو عبادة، هو كونه قادر يصوم معنى كده إنه لسه قادر على إن يبقى حافظ على شبابه، يفضل زي بقية الناس، مش أقل منه ونمط حياة. فزي العمر، أنا الناس بتقول لي أنا كبير في السن بس أقدر أعمل، أقول له إعمل، علشان أنت لما لو إتعملت كل ما تيجي تتعب بعد كده تقول ما أنا لسه كنت من الشهرين في عمر، فمعنى كده إن أنا أقدر أعمل الحاجات دي. فيشجعوهم نفس الوقت هو يشجعه ان يزور الدكتور، يعني ما يستناش ان هو اللي يروح الدكتور، يعني خلاص انا بشجعك كده تصوم، بس بشجعك برضه تصوم بالطريقه الصحيحه. ثاني حاجه، ثالث حاجه زي ما قلت لحضرتك الاكل، هيئ له البيئه بتاعته. انت بتصوم، انت في اسف انت في الاحوال العاديه بتاكل اكل ده كذا، ليه مواصفات كذا، بتاخد الياف كتير، بتاخد ما بتاخدش لحوم كتير عشان القولون عشان اي حاجه ثانيه، فاوفر له الاكل ده على المائده، مش انسى ان هو محتاج اكل مخصوص. ده انا عندي طفل بيرضع او طفل مفتوح بطفل وقاعد معانا، لازم اجيب الاكل بتاعه. نفس حكايه كبار السن، نفس حكايه كبار السن. غير كده انه يلاحظ علامات ارهاق، افترض انا مثلا ثاني يوم ثالث يوم صيام رابع يوم رمضان ولقيت انه تعبان، مش هقول له كمل، لا انت تعبان، انت تكون عيني انت تعبان، طب نروح للدكتور. فلو ما هو راحش من الدكتور من الاول، انت تكون برضه توليه، انت قيس السكر، طب تعالى نعمل قيس السكر، طب نشوف البول بتاعه، شوف شربه، هو ما بيشربش ميه، هو مش هيحس بالعطش. كبار السن من سن ال 30 وطالع ما بنحسش، بنقل تدريجنا بالتدريج حسنا بالعطش. انت رئه كميه السوائل البشره. شكرا دكتور تامر محمد فريد عبد اللطيف على وجودك معنا، وهو استشاري طب المسنين بهيئه الصحه بدبي. ألف وقبل ما نختم، دام ان هي حلقتنا القادمه بتكون في شهر رمضان المبارك، نتمنى من الجميع الاهتمام بتغيير نمط الحياه الصحي، وهاي فرصه مثل ما تكلمنا في حلقتنا اليوم، حتى براعم اللسان تتغير، لذلك نحرص على تغيير واستغلال الشهر في العبادات وأيضا في تغيير نمط الحياة الصحي، لأن حتى اهتمامنا بصحتنا تعتبر أيضا عبادة، لذلك ما نهمل صحتنا ونسوي شيء ثاني، لكن جميع الأشياء لازم نسويها ونستغل شهر رمضان لبداية حياة جديدة، لبداية مثل ما نقول
صفحة جديدة مع نفسنا، نراجع فيها حساباتنا، نراجع فيها عاداتنا، ونراجع فيها اللي قاعدين نسوي في نفسنا. وأيضا مثل ما قلت تكلمنا عن كبار السن اليوم، اهتموا فيهم، لأنه مو بس مو كل كبار السن ما عندهم القدرة على الصيام، كثير منهم يقدرون، ونحن المفروض نكون عيونهم ونكون الناس اللي معاهم وما نهملهم خلال فترة الصبح ونرقد، لا نقعد معاهم ونشاركهم اجتماعيا. وفي نهاية حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم، آمرين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وشكرا لإذاعتنا المميزة نور دبي والقائمين على البرنامج، وكذلك مخرجنا حسين المازم، ومن التنسيق ميرا المري، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. دمتم بود. صحة وسعادة.